وكأي من آية، وكم من آية، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وهم عنها معرضون. ما الذي دهانه؟ هل أوجد الله هذا الكم الرهيب من المخلوقات ومن الآيات ومن الأقدار لنعمى عنها كلها ونحن ندعي أننا نبصر؟ ما الذي دهانه؟ ما الذي دهانه؟ ما هذا العمل الذي حل بنا؟ إخوة الإيمان، الأمر أجل من أن يسكت عنه. نعم إخواني، نعم إخواني، ليست الأرض وحدها، بل الأرض كرة صغيرة في ملك الله الرحيم. كم تساوي في السماء؟ كم تساوي الأرض من السماء؟ نعم إخوة الإيمان، كرتنا الصغيرة هذه عبارة عن كرة صغيرة مع 11 كرة تسبح حول الأرض لتكون ما يسمى المجموعة الشمسية. قرص الشمس وحده يساوي حجم أرضنا مليون مرة، مليون مرة، مليون كرة أرضية جمعت في الشمس، فما بالنا بغيرها؟ وما المجموعة الشمسية إلا كرة صغيرة مع ملايين الكرات تسبح لتكون ما يسمى مجرة. أول من اكتشف مجرتنا هذه علماء المسلمين وسموها مجرة درب التبانة، ولا زال هذا اسمها العلمي، مجرة درب التبانة. مما تتكون من 1000 مليون مجموعة شمسية، من أصغرها مجموعتنا، من أصغرها مجموعتنا الشمسية إخواني. وهذه مجرة واحدة، وما هي إلا حبة في عقد مجرة من مليارات المجرات تسبح في أفلاك أخرى اكتشف أهل العلم منها أكثر من 1000 مليون مجرة. نعم إخوة الإيمان، ومع هذا بين تعالى أن كل هذه المجرات رغم عظم خلقها كما أقسم تعالى بها فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نعم إخواني، رغم عظم خلقها بين تعالى أنها مجرد زينة للسماء الدنيا، مجرد زينة. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فأين الزينة من الأصل؟ ولذا يدعونا لعقد هذه المقارنة، أين نحن من سمائه؟ أين أرضنا من سمائه؟ يقول تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، بناها، رفع، بناها بناء عجيب، رغم اتساعها، رغم رحابتها، لم تحتج مع شدة إحكامها لعماد واحد يرفعها بغير عمد ترونها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.